هذا السائل حامد حسين من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال: أسأل عن زكاة قصب السكر ونبات سكر البنجر ومحصول القطن. عندنا في بلادنا هذه المحاصيل هي المحاصيل الأساسية، وقد دار نقاش بين الإقوى حول زكاة هذه المحاصيل، فمنهم من زعم وهو الراجح بأنه لا زكاة فيها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ الزكاة إلا في 5 محاصيل، وهي القمح والشعير والتمر والذرة والزبيب. ورأى الفريق الثاني بأنه تجب الزكاة في المدخر، فنرجو من فضيلة الشيخ توضيح هذا الأمر على إخواننا بالأدلة والبراهين مأجورين. تجب الزكاة في الحبوب وفي الثمار، الثمار مثل تمور النخيل والزبيب من العنب، والحبوب كالبر والذرة والدخن وما يتخذ للقوت. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر، كل مكيل مدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أوجبها في المكيلات المدخرة. وأما بقية الخارج من الأرض كالبنجر والقطن والخضروات والفواكه والبقول، هذه لا تجب فيها الزكاة، لأنها ليست مكيلة وليست مدخرة، ليست من الحبوب ولا من الثمار، فلا تجب فيها الزكاة على الصحيح. ولكن إذا باعها وحصل على شيء من ثمنها وحال عليه الحول، إذا حصل على شيء من الدراهم من ثمن هذه الأشياء وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب الزكاة في قيمتها. نعم، بارك الله فيكم.